هنا بميناء طرابلس شمال العاصمة اللبنانية بيروت وصلت باخرة إناكر محملة ب30,000 طن من مادة الفيول. لأنه هذه المبادرة ترينا مرة أخرى الدور البناء الذي تلعبه الجزائر بلد 1.5 مليون شهيد بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون ورؤية الرئيس عبد المجيد تبون في جامعة الدول العربية في القمة قمة البلاد العربية تترجم اليوم وقوفا مع لبنان في عز أزمة طاقوية نتمنى أن تكون عابرة بمساعدة الجزائر. وهذا التضامن هذا ليس بجديد من الدبلوماسية الجزائرية ومن الرئيس الجزائري، وإنما هذا أرثناه من الثورة الجزائرية من الشهداء الجزائريين. احنا ثورة كمان عاشت بتضامن الشعوب والبلدان، وكان لبنان تفاعل إيجابيا مع الثورة الجزائرية بتضامنه بمظاهراته، وهذا بقي يعني في الذاكرة، بقي راسخا في ذاكرة الجزائر. الكل هنا في لبنان يشيد بالمبادرة الجزائرية لمساعدة الأشقاء لتجاوز الأزمة. نود أن نشكر دولة الجزائر وطبعا الرئيس الجزائري على هذه الهبة، خصوصا أنه كما ذكرت لبنان بحاجة إلى الفيول من أجل يعني الخروج من هذه العتمة. وطبعا يعني لبنان يمر بأزمة كبيرة وهي أزمة الحرب، وطبعا أزمة اقتصادية، فهذه الهبة جاءت مثل يعني هيك بلسم لجروح اللبنانيين. وطبعا هذا ليس شيء جديد على دولة الجزائر، فهي دائما داعمة لكل الدول العربية بما في لبنان. الله بيعلم، جزائر جزى الله عنا كل خير. الله سبحانه وتعالى يقول من عينك من عمل مثقال ذره الله ما بده يعجون، ورحنا بنتشكر لدوله الرئيس للجزائر امي وابي جزائر. إذن هي مبادرة تثبت مدى تمسك الدبلوماسية الجزائرية بثوابتها في مساعدة الأخوة والأشقاء في المحن.